اللهم رب اهدي الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد. اللهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا أرحم الراحمين. حبايب قلبي، احنا دلوقتي الفجر أذن، وفي أنا بقالي 15 سنة في المنطقة هنا، كل يوم بعد صلاة الفجر، بعد أذان الفجر، بسمع الناس الجميلة دي بتدعو الناس للصلاة. أنا عايزة أوثق صوتهم للتاريخ، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم. بقالهم يعني مش هم اللي بقالهم، أنا معرفش ما بقالهم قد إيه، بس أنا بقالي أكتر من 15 سنة في المنطقة اللي أنا فيها، وكل يوم بسمع صوتهم الجميل ده، صوت فعلا مريح كده وبيهدي النفس، وبيحس الواحد على إنه هو يقوم يأدي فرضه ويقوم يصلي. صوتهم ما شاء الله، انا سامعاه جاي من بعيد اهون، ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب كده ويديهم الصحه. فانا حبيت اوثق صوتهم للتاريخ لعلها تكون حسنه جاريه ليهم، وربنا يجعلها في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. شير كتير حبايبي الفيديو ده لعله يكون عمل صالح ليهم وفي ميزان حسناتهم، ويكون قدوة لأولادنا. يا ربنا يهديهم يا رب ويرزقنا الطاعة، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم ارزق أولادنا الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصلاح وأولادنا يا رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم هدينا وهدي أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يا الله، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. دعوة في ساعة فجرية يا رب، اللهم تقبل، اللهم تقبل يا رب العالمين. عايز الفيديو ده يلف بلاد المسلمين كلها يا رب، يا رب كل الناس تشوف، كل المسلمين تشوف وتشوف الجمال اللي هم فيه ده يا رب، يا رب يتقبل عملهم في ميزان حسناتهم يا رب العالمين.